ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم نرمين من قناة افكار حلوة مع نرمين. لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وتعملوا لايك وشير للفيديو. النهاردة زي ما انتم شايفين هنعمل مع بعض فازة في البيت بطريقة سهلة وغير مكلفة. يلا بينا نشوف عملتها ازاي. اول حاجة هنجيب دايرة كده يعني صغيرة، قطرها حوالي 3 سنتي، ودي قطعة كده اسطوانية كانت من ورق الفويل. لما خلص طبعا بيبقى فيه اللي هي الاسطوانة دي بتبقى موجودة، لو احنا جايبين ستيكر فويل اي حاجة بيبقى موجودة في الاخر. انا خدتها وعملت الدايرة اللي هي قطرها 3 سنتي زي ما قلت لكم، يعني هي كلها كده، قصدي نص القطر 3 سنتي، يعتبر هي 6 سنتي الدايرة. احنا بنعمل الدايرة كده الاول، وبعد كده بقى لو في زيادة هنقصها. لزقتها بالغيرة وثبتها لحد ما نشفت، بعد كده هجيب الكرتون بتاعي وعملاه بالشكل ده كده، اللي هو الشكل اللي من فوق. خدت 3 سنتي الاول عرض، وبعد كده طلعت على يعني زي بومبيه كده، حتة رفيعة، ومن النص ابتدي اطلع على يعني على اكبر، ومن الناحية التانية نفس الطريقة. ممكن نجيب نعمل النص ونيجي نتني الورقة ونعمل النص التاني عشان يبقوا زي بعض، وبعد كده بقى نجيب الكرتون ونحط عليه ونقصه ونعمل زي ما انتوا شايفين كده. انا عاملة كذا واحدة، طبعا هنعمل لنا بتاع 25 واحدة ولا حاجة من الكرتون ده، علشان احنا عايزين نملى الاسطوانة بتاعتنا ديت بالكرتون اللي هو يعتبر الهيكل بتاع الفوزة بتاعنا. احنا كده بنبني الهيكل بتاع الفوزة بالغيرة برضو والحروف كده بتاعت الكرتون بتاعي. طبعا انا زي ما قلت لكم من تحت خدت 3 سنتي، وبعد كده ارتفعت كده بايدي، يعني بنرسم كده بايدينا حاجة عادية وبسيطة علشان اعمل شكل الفازة بتاعتي. وزي ما قلت لكم انا عملت من الورق الاول، وبعد كده على الكرتون بقى بحط الورقة زي بطرون كده، وبروح عاملة كله زي بعضه بقى، يعني اخد الورقة واحط على كل الكرتون واقصه لحد ما عملت منه كتير كده زي ما قلت لكم، حوالي مثلا 20 25 على قد ما تقدروا، وهلزقها كده بالغيرة او اثبتها. ونيجي بقى ناخد تاني واحدة كمان برضو نحط الغيرة عليها، ونبتدي ان احنا نحطها جنبها كده ونثبتها برضو من تحت ومن فوق. كده احنا بنبني اللي هو الهيكل بتاع الفازة بتاعتنا. لزقتهم كلهم، لزقت الكرتون كله بالشكل ده كده، طبعا سبتها لحد ما نشفت في ده، يعني الدايرة كبيرة شوية قصتها على قد الكرتون من اللي هو الجزء اللي تحت ده، اللي هي الدايرة اللي هي القاعدة. هجيب ورق الجرايد وبغيرة مخفف، وهقطع كده ورق الجرايد بشكل عشوائي، وابتدي ان انا الزق. طبعا انا حطيت الجرايد يعني الجرايد ديت بحطها في الغيرة واصفيها كده، واروح ايه لزقاها على الجسم بتاع اللي هو الفازة بتاعتي اللي انا عاملاها ده. وطبعا هملاها كلها بقى، اغطي كل الفراغات دي وكل الهيكل ده هغطيه بالجرايب بتاعتي. طبعا انا هنا بعد ما يعني غطيتها كلها، وطبعا سبتها نشفت بقى يعني مسك نفسه، وبقت الفازة جامدة معايا وماسكة نفسها. ابتدي ان انا اجيب اسمنت ابيض، طبعا انا الاسمنت حط عليه مية، طبعا بنحط عليه مية ونخلي يعني نخليه مش سميك قوي ولا خفيف قوي. وطبعا بحط كده
بإيديا ويعني أملس كده علشان أغطي الفازة كلها بالأسمنت. ونخلي بالنا ان احنا نستخدم الاسمنت بسرعة علشان الاسمنت بينشف بسرعة، فاحنا نحط حبة حبة كده ونستخدمهم لحد ما نملأ الفازة كلها بالاسمنت. بعد كده طبعا انا عملت الهيكل كله وكمان سبته ينشف وصنفرته كويس بالاسمنت عشان يبقى ملمس الفازة بتاعي ناعم، صنفرتها كويس جدا. بعد كده هجيب الغيرة واحطه على الفازة بتاعتي، وده قشر بيض بكسراه حتت صغيرة خالص باللي هي الايد بتاعت الهون ديت، ورحت مكسراه كده حطيته في زي شنطة وقعدت اكسره لحد ما بقى متفتفت كده. وهبتدي ان انا احط على الفازة كلها، احط يعني احط بالفرشة غيرة متخفف واروح حاطه فوقيه اللي هو القشر ده. طبعا انا مليتها كلها ما عدا الجزء ده اللي انا هحط فيه الوردة بتاعتي، فده علشان اعرف الزاها بسهولة، فده اللي انا ما حطيتش عليه، علمت كده علامة بالقلم وعملت على الباقي. بعد ما طبعا نشف جبت تاني الغيرة طبعا برضو مخفف، وهعمل برضو همشي بالفرشة كده الغيرة على قشر البيض من بره كمان علشان يمسك معايا بقى وما يقعش كده. خلاص كله مسك طبعا، وبسيبه لحد ما بينشف. بعد كده هجيب ده بلاستيك ابيض مخففة طبعا بشوية مية وبالفرشة، وابدأ ان انا ادهن الفازة بتاعتي بالراحة كده وبطريقة اللي هي الطبطبة كده علشان أملى الفراغات بتاعة اللي هي طبعا مكان قشر البيض. هدهنها طبعا كلها باللون الأبيض. هنا طبعا بعد ما دهنتها ونشفت كمان وحطيت عليها كمان ورنيش مائي، بعد ما نشفت حطيت ورنيش مائي عشان يديها لمعة. دي الوردة بتاعتي اللي انا هلزقها، دي ده ورق زي ما قلت لكم قبل كده كتير ان انا بحمل الورد ده على موبايلي، وبعد كده بروح مطبعة او اي مكتبة بتطبع و بطبع الصور، بيبقى من الورق العادي وبقصه، ده ورق عادي وانا قصيت شكل الورق الوردة وبالورنيش، وبروح دهنة كده مكان ما هلزق الوردة. وبإيديا كده وافرد واحدة واحدة الورق بتاعي علشان يلزق. بعد كده بعد ما بلزقه من تحت بروح حاطه ورنيش تاني على الوردة من بره كمان علشان الورنيش يحمي الورق وما يخلوش يتقطع كده. خلاص هي لزقت وما تنشف، هتلزق كويس. طبعا ده الشكل النهائي للفازة، ما خدتش حاجة، ما كلفتنيش حاجة يعني، يا دوب بس اشتريت الاسمنت، وطبعا الاسمنت سعره رخيص جدا. بقيت الحاجة كلها كانت متوفرة عندي في البيت. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وتعملوا لايك وشير للفيديو، واشوفكم فيديوهات تانية جديدة ان شاء الله. وتابعوني على القناة.
انا بعمل اعادة تدوير وحاجات هاند ميد، فالناس اللي بتحب الحاجات دي تابعوني على القناة، بنزل فيديو كل اسبوع تقريبا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.